يقول: أخي الأكبر يبالغ في عقوق والديه، فكيف التعامل معه وهل لي أن أهجره؟ تعامل معه بالنصيحة والتخويف، تخويفه بالله عز وجل، تحذيره من العقوبة، وأقرب شيء أن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل، فإذا عق والديه فإن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه كما عق والديه. نعم.